الحدث ليس عاديا، والحدث أخذ أبعاد وصدى كبير. وبالتالي أنا لما شفت أن ممكن هذا الحدث يأخذ واحد البعد وربما يحرف هذا البعد، أنا آثرت الصمت. أولا احتراما لنفسي أنا، ثاني شيء لإغلاق أبواب أمام من يريد أن ربما يركب على الموضوع أو الحدث لتصفية حسابات سواء مع المؤسسة أو مع قطر أو مع الشعب القطري الكريم. طبعا الحدث بالنسبة لي أنا شخصيا في البداية يعني كان له وقع على نفسي ولم أتقبل طبعا ك رد فعل عادي يا أخي أسامة، إنك تقضي أنت تقضي 26 سنة في مؤسسة كبيرة وعشت فيها بكل شو أقول لك جوارحك كلها فيها، وتعتبر أنت هذه المؤسسة مش فقط مؤسسة عمل وإنما ملكك الخاص، لأن إحنا المؤسسين ونشأنا مع المؤسسة مني كانت حالة قلوب بذرة وكبرت أصبحت شجرة مثمرة الحمد لله، وأصبحت يعني مثال وقدوة لمؤسسات أخرى حاولت أن تقلدها. وفي هذه المؤسسة كذلك كانت تجربة إنسانية ومهنية كبيرة جدا، يعني في هذه المؤسسة الحمد لله ولجنا إلى عالم الإعلام من بابه الواسع وتعلمنا الكثير، أعطيناها وأعطتنا واكتسبنا أيضا علاقات وصداقات وشان أقول لك لا توصف على الصعيد الإنساني، واكتسبنا معارف أيضا من خلال الاحتكاك والتفاعل والتثاقف مع مختلف الجنسيات العربية العاملة في المؤسسة، وبالتالي كان كل يوم عمل وكأنه يوم للتعلم لاكتساب مزيد من المعرفة للمزيد من المهنية وتعلم أشياء كثيرة. طبعا العلم لا حدود له، كذلك حتى في عالم الصحافة والإعلام هذا المجال واسع جدا، وفي كل يوم تكتسب أشياء جديدة وفي كل يوم أيضا تستفيد أنت من خبرات سابقة. أنا أثرت الصمت احتراما للمؤسسة أيضا التي قضيت فيها 26 سنة، ولدي علاقة طيبة جدا مع الإدارة العليا ومع المسؤولين هنا في البلاد ومع الشعب القطري الكريم، مع زملائي الذين تربطون بهم علاقات وطيدة جدا، عشنا يعني مراحل وأحداث تاريخية كبيرة غطيناها في عبر عملنا اليومي سواء في الاستوديو أو في الميدان، وبالتالي كانت دائما هناك نوع من الترابط، ولكل منا قصة في مجال عمله. وإذا فتحت المجال لآخرين لكي يركبوا على موجة التضامن لضرب المؤسسة، أكون ضربت نفسي أنا، أكون أنا أطلقت النار على نفسي وتنكرت لـ 26 سنة من النجاح، 26 سنة من العطاء، و 26 سنة من تجربة فريدة من نوعها. أنا الحمد لله أعتبر نفسي خرجت من الباب الكبير. أنا صراحة تحشيش العودة إلى المغرب 26 سنة علما أن كنت أنا كملت هذه النقطة، أنا كملت هذه النقطة أنك دخلك تريد زعما أخذ التقاعد ديالك في المغرب. شوف أخي أسامة، شوف أنا كملت هذه النقطة بدات أرجع لك هذه المسألة. أنا أعتبر نفسي أني ولله الحمد خرجت من الباب الكبير، وخرجت الحمد لله يعني كما نقولوا مرفوع الرأس وبمرتبة شرف، لأنه التضامن الذي لقيته من إخوتي المغاربة وأخواتي المغربيات في المغرب وخارج المغرب ومن هذا المجتمع القطري الكريم، صراحة أينما ذهبت في السوق في المسجد في المجالس الناس كانوا معي وكانوا يعني يبدون أسفهم لما وقع. طبعا ما وقع هذا احتفظ به لنفسي وللتاريخ، لكن أقول أنا أعتبر هذه الصفحة بكل إيجابيتها وكل ما إخفاقاتها أو يعني نجاحاتها قد طويت وأتطلع إلى المستقبل. بالنسبة للعودة إلى المغرب، واش يعني أن تحتفظ بنفسك معناها أن ما قيل من أحاديث ومن قصص لا أساس لها من الصحة؟ أنا شوف أنا لن أخوض هذا، لن أنجر إلى الحديث إلى ما جرى، ولن أنكر أو أؤكد، أقول بصريح عبارة. المهم أنا احتراما لهذه المؤسسة قلت لك أنا تحفظت على الإدلاء بأي تصريح في هذا الأمر، واحتراما لدولة قطر التي أكرمتنا واحتضنتنا
صراحة عشنا فيها أيام جميلة، وعشنا فيها ذكريات، وعشنا فيها يعني المعاملة الحسنة تلقينا من إخواننا القطريين. كل يعني ما يمكن الإنسان أن يتخيله حينما يكون في الغربة. لم أشعر يوما صراحة في يوم من الأيام في هذا البلد الكريم مع هؤلاء الإخوة الكرام أني غريب. دائما أينما ذهبت أنت مرحب بك في المجالس، ودائما تسمع منهم أنت منا وفينا، وتتلقى منهم كل المعاملة الطيبة والحسنة والمساعدة. وبالتالي أنت الحمد لله كنت تعيش في ظرف في طيلة 26 سنة وكأنك في بلدك. فبالتأكيد هذا البلد له مكانة كبيرة في قلبي. هؤلاء الطيبون الكرام أهل هذا البلد الذين أكرموني وتعاملوا معي بكل حسنة وبالمعروف وبصراحة بمعاملة لا يمكن أصفها إلا بكل خير، تعاملوا معي هكذا، فلهم أيضا في القلب مكانة. وأنا بالتأكيد أخي أسامة أؤكد لك أن حتى لو عدت إلى المغرب إن شاء الله وسأعود إلى وطني الحبيب، ستبقى صلتك وطيدة مع الإخوة يعني أصدقاء والناس هنا في المجتمع القطري وفي هذا البلد بهذا البلد الطيب أيضا. وللجزيرة أيضا ستبقى طبعا مكانة كبيرة، لأنه لا يمكن بين عشية وضحاها أن أقلب صفحة الجزيرة وأقول جزيرة خلت من وجداني بعد ما هي كانت عشق. ستبقى أيضا الجزيرة كما هي في قلبي في وجداني عشق، لأني لا أحمل، قلتها مرارا في لقاءات صحفية أخرى، لن أحمل المؤسسة وزراء قرار غير محسوب من شخص ما في المؤسسة في حقي، سامحه الله. على كل حال يعني الأيام بيننا والتاريخ بيننا وسيحكم، والناس الآن أصبحت تقريبا تعرف كل التفاصيل. وتنقل لك ولا أنظر إلى المستقبل، أنظر إلى الأمام الآن. واش المستقبل يمر حتما بالمغرب أو عندك بعض العروض من قنوات أخرى؟ سمعنا البي بي سي، سمعناها، واش كاين شي صحيح ولا العودة إلى المغرب؟ أنا مشروعي هو العودة إلى المغرب، أقول بصريح عبارة العودة النهائية إلى وطنه، والمستقبل في المغرب بإذن الله مع الأسرة والأولاد، وبعد أن أستقر إن شاء الله وأخذ قسم من الراحة ويندمج أبنائي في نسق اليوم الحياة اليومية في المغرب، وأيضا أكون أنا كذلك قد رتبت أمور كثيرة في بخصوص حياتي الشخصية. وقتها يعني الواحد يفكر في لكل مقام مقال. تنظن العودة ستكون بمدينة الرباط؟ على ما فهمت من مصادر خاصة أن عندك منزل في الرباط. نعم أنا مقيم في الرباط والآن إن شاء الله سأستقر إن شاء الله في المغرب في مدينة الرباط، والمغرب كله مقر إقامة طيبة إن شاء الله. وفي هذه المناسبة الله يخليك يا أسامة، اسمح لي أن أتوجه بشكر لا حدود له وبحب يعني بلا حدود لإخوتي وأخواتي المغاربة المغربيات المغاربة الذين تضامنوا معي في هذه يعني ألا أقول في هذه الظروف، وأبدوا حبا كبيرا وتعاطفا وتضامنا كبيرا، وهم على راسي وعيني كما يقولون احنا المغربية، وتضامنهم هو تاج على راسي ووسام على صدري، وسأبقى مدين لهم إن شاء الله بهذه إن شاء الله ستعودوا عودة الأبطال إن شاء الله. ما فيش كل شيء سيء سمعنا تستحقوا ذلك الواقع بدون مجاملة، تستحقوا ذلك لأن غير لأن شحال واحد يقدم كمقدم أخبار، لا أنت أكثر بكثير من مقدم أخبار، درتي برامج حوارية في المستوى، لا في الدين لا في السياسة لا في المجتمع، حاورت الكثير من الشخصيات العالمية. برافو في الرياضة. أنا أنافسك في الرياضة كذلك. الله يبارك فيك. إن شاء الله نديرو شي حلقة رياضية مع حدا. شنو الفريق المفضل في المغرب؟ لا لا إن شاء الله أنا ما شوف شو الفريق المفضل في المغرب؟ يعني شوف أنا في الصغار كنت دائما أشجع فريقين، فريق المدينة وهو كان فتح الرباطي، وفريق المنطقة اللي كنت أنتمي إليها طبعا لأن الأصول من تازة وفاس، الوالد رحمة الله عليه من تازة والوالدة من فاس، فكان الماس أيام بوشعيب غانم الله يرحمه، الماس أيام الثمانينات، والماس يعني الماس المجد اللي كان في الثمانينات كان دائما هي الفريق المفضل لدي، ولكن فتح الرباطي كذلك كان له مكانه خاصه دائما في الصغر. وانا لعبت في ايضا في الدوري الدرجه الثالثه في مع الفرق الناشئه الصغيره في فريق الفتح في فريق تقدم الرباطي. نعم. بغض النظر شو الموضوع، بغض النظر على القطريين اليوم شعب طيب وهذا واقع وانا اشهد بذلك واتفق معك،
ذلك اخوي والله مش شوف اخي اسامه انا اشهد لهم بذلك امام الله نعم. انا مش مجامله لاحد ولا كما قلت لا لا يعني لا طمعا ولا خشيه ولا طمعا نحن نقول هذه الشهاده لله ساذهب الى وطني والحمد لله انا عبد ربي الضعيف هذا نقول لك انا نقدر نقول لك اني تركت اثر طيب جدا الحمد لله على صعيد علاقاتي في مع زملائي او على صعيد علاقاتي في المجتمع القطري طيب وساعود الى وطني وحاملا معي في قلبي ايضا هذا الحب وهذا العشق لهؤلاء الناس لهذا الوطن الثاني دائما اعتبره وطن الثاني لا اريد منهم جزاء ولا شكورا هم يعرفون غير النظر القطريين اللي لا يناقشون في الطيبوبه قلب الجزيره كاين جنسيات مختلفه عربيه نعم. لكن العلاقات في الاخير بين المغاربه والجزائريين اصبحت معقده شيء ما كيفاش تشرح يعني دخول الصحفيين خصوصا الجزائريين للمغاربه لهذا النزاع القائم حول الصحراء المغربيه وجابوها لوسط الجزيره واش هذه منطقيه وكيفاش يمكنك تحكمنا على هذا الشيء؟ شوف اخي انا هذا الموضوع اتفادى الحديث فيه صراحه لان انا كما قلت لك احنا ولاد الناس كما كان اعترف للمؤسسه بفضلها علي واحتراما لتاريخي فيها وللزماله واحتراما للعلاقة الوطيدة مع مختلف الجنسيات العربية طبعا الطيبين اللي كنا دائما بيننا علاقة ود كبير واحترام ومحبة فأنا أتفادى الحديث في هذا الموضوع إنما أنا أتحصر على السنوات الأخيرة اللي بردت فيها هذه المشحنات وهذه الحملة الشرسة على المغرب من قبل الأطراف المعادية للتراب الوطني الوحدة المغربية أنا حاولت أني أتفادى أدخل في هذا الجدل وفي هذا اللغط قدر ما استطيع كنت فقط احاول ان اكتب ما معطيات عن القضيه المغربيه واعرف المشارقه او غير مطلعين على خبايا الامور بوجهه نظر المغربيه انا لم اكن اريد ابدا ان ادخل في هذه الصدمات والمشاحنات لولا انه البعض يدفعك دفعا يا اخي بالاساءه الى رموز المملكه بالاساءه الى الدوله المغربيه بالاساءه الى الشعب المغربي انت احيانا تكون مضطر اضطرارا انك يعني ترد او استفزازات توالت استفزازات بزاف كاين شي جوج ثلاثة الناس في الجزيره بسلو وفيسبوك يعني بسلو بزاف شنو نقول لك انا قلت لك هذا الامر متروك مفروض انه متروك للمسؤولين عن المؤسسه سواء مؤسسه الجزيره او غيرها هم لهم وجهه نظرهم هم المفروض انهم يتدخلوا انا كعامل في المؤسسه وطبعا انا ما زال تعاقدي الى الان مستمر لغايه 25/8 او سامة فبالتالي انا أربأ بنفسي ان ادخل في نقاش حول هذا الامر. مجبر تبقى في قطاع حتى 25/8؟ لا 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 مش مجبر، لكن هناك ترتيبات طبعا المرحله الانتقاليه يعني البيت خصني كيفاش نتخلص من بعض من هذا بعض الاشياء اللي خصت تمشي للمغرب نرسلها للمغرب الاتات وغيره او السياره او غيرها والاولاد كذلك ارتب لهم مساله مدارس و يعني اشياء اخرى انسان واجراءات. شحال الاولاد سامع؟ نعم. انا عندي اربعه وديجا محمد سجلت السنه الماضيه في الجامعه الدوليه في الرباط والان السنه الاولى انتهت الان وعندي الثانيه ان شاء الله السنه الجايه كذلك في الجامعه فيها تكون تم كذلك ان شاء الله وجوج مازالين وحده في السنه الجايه تكون خامس ابتدائي الاخرى اولى ثانوي ان شاء الله. الله يخليهم لك استاذ محمد الله يخليهم لك زين واسماء وهند نعم شوف اخويا صراحه لما نذكر اسره نذكر ايضا يعني باب عرفان بالجميل السنوات الطويله اللي قضتها معي زوجتي كذلك في هذه التجربه هي مغربيه نعم زوجتي مغربيه والحمد لله كذلك ممتازه واصولها ممتازه ومن مراكش ودرست في الرباط وتخرجت من ماستر من نيويورك وقضت معي سنوات طويله جدا هون كان بامكانها ان تخرج لسوق العمل واثرت ان تتفرغ لتربيه ابنائها وان تعيش معي هذه التجربه بكل يعني ما فيها والحمد لله انه وقفت الى جانبي وكانت دائما السند لي وانا اشكرها صراحه على 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 وقفتها معي في 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 الحياه شريكه الحياه بكل معنى الكلمه ان شاء الله الله يخليها لك الله يخليك الله يحفظك واش في المغرب تتفكر دير قناه خاصه بك في اليوتيوب على المواقع الاجتماعيه ولا مازال عندك القدره والطاقه باش تخدم في قناه انا لحد الان البلان بي مازال ما فكرتش فيه نهائيا اخي حتى نكون صادق معك
أنا الآن أفكر فقط كيف ننتقل من مكان إلى مكان ونرتب أمور أولادي الحياتية ومدارسهم ورتب بيتي، لأن بيتي الآن ما زالت في طور بناء، ما زال يلا سينا غوزوفر إن شاء الله لما يخلص ونرتب البيت ونستقر ونجلس واحد فترة راحة وهدوء إنسان يجلس ويتأمل يعني يقرأ فيما مضى كذلك ويقيم التجربة وينظر ماذا بإمكانه أن أيضا أن يفعل مستقبلا. لا أخفيك أنا كانت صراحة لا أخفيك أنه كانت عندي طرح علي بعض المشاريع في المغرب للعودة، وهذا الشيء طبعا بعد المشكلة مش قبل المشكلة، حتى ما يقولكش واحد في دماغه يقولك هذا اخترق المشكلة باش هو يرجع، لا رجع أبدا. سامع أنا أقولك سر، والله السنة الماضية أنا كنت غادي أرجع صراحة، أنا كنت غادي أقدم استقالتي وغادي أرجع السنة الماضية في مثل هذا الوقت، والإدارة تمسكت بي وصراحة وأكرمتني وأصرت على أني أستمر، وقالت لي في على لسان مديري المدير أنه أنت رمز مرموز مؤسسة وابن المؤسسة ولا يمكن أتخلى عنك، وبالتالي يعني تعاملوا معي بكل حسنة، ولهذا أنا آثرت أن يكون الفراق أو الفصال بالمعروف كما كان اللقاء بالمعروف. على كل حال من جانبي أنا أتعامل بأصلي، أتعامل بأصالة نفسي ووفق تربيتي ووفق قيمي ووفق أيضا مرجعيتي، أنا هكذا حتى لو إذا كان هناك شخص أساء لي أو ربما أعتقد أنه يسيء لي فإن الله أحسن إلي، وأنا أعتقد أني خرجت من باب واسع، ربما هذه الخرجة حتى لو كنت في أحسن الأحوال أفكر في طريقة للخروج مشرف، ما كان سأفكر هكذا لولا أن الله كتبها لي هكذا، وأعتقد أنه ليس هناك أحد ربما قد يلومني أو يعاتبني على هذا الخروج، خرجت الحمد لله بمعزز مكرم وفي حملة كبيرة جدا من التعاطف والمحبة من المغاربة وغير المغاربة ومن المجتمع القطري الطيب. هذا قلت لك كيف فين ما كنت الناس كيكرموني والناس كيتعاطفوا معايا وتطوروا معايا، فالحمد لله اللهم لك الحمد. وتبقى الجزيرة، شوف أسامة كلمة أخيرة، الجزيرة دائما كانت لا تقوم على فرد، يمشي على الصمد يجي واحد آخر، وتبقى الجزيرة كبيرة ودائما كبيرة الجزيرة، أنا بفعيني كبيرة وأنا أحترمها وأحترم زملائي اللي فيها والعشرة اللي فيها، واللي كان السبب الله يسامحه من الله سبحانه وتعالى الله يسامحه. شو آخر بزيد تكلموا شوية على العلاقات المغربية القطرية السياسية الحالية في الأونة الأخيرة أصبحت ممتازة خصوصا في العلاقات القطرية المغربية الحمد لله في أوجها، العلاقات القطرية الحمد لله قوية جدا، ولا أدل على ذلك أنت شوف الزيارات المتكررة للمغرب والعلاقات أيضا على الصعيد الشعبي، واسأل المغاربة العاملين هنا في قطر وانظر إلى قليلا إلى الوراء وتذكر المونديال وكيف كان أمير قطر يعني يشجع المنتخب المغربي الشيخ تميم بن حماد وأيضا الأمير الوالد وأنجالهم والعائلة كلها، كانت صورة مشرفة جدا لم تحصل من قبل، يعني أنه حاكم دولة عربية أخرى ويشجع منتخب عربي آخر ويحمل علمه ويظهر بتلك الصورة الجميلة بكل حب وبكل حماس وبكل فرح، والله كانت صورة تاريخية وصورة يعني لا تنسى، وهذه الصورة كانت يعني مؤشر طيب جدا على متانة هذه العلاقة. ونعود أيضا قليلا إلى الخلف لنتذكر صورة الملك محمد السادس حفظه الله لما زار المغرب في هو يزور قطر في عز الأزمة، وكان أول زعيم عربي زار قطر وكسر هذا الحصار، وكانت تلك لفتة عظيمة من الملك محمد السادس إلى دولة قطر، وقوبلت أيضا باستحسان ورضا كبير جدا هنا في قطر وتقدير من الشعب القطري ومن القيادة القطرية. ولهذا نقول لك أنا يعني لما أنظر إلى الموضوع أنا برمته لا أنظر إلى عبد الصمد فقط، ويعني أقدم مصالحي الشخصية وأنانيتي على هذه الأمور، أنا أنظر إلى الأمور بكلياتها، أنظر إلى الجزيرة كمؤسسة كبيرة لا يمكن أن يؤثر عليها رحيل شخص ما حتى وإن كان ظروف رحيله غير طبيعية كما حدث معي، وأنظر أيضا إلى طبيعة العلاقات الكبيرة جدا بين المغرب وبين قطر ودولة قطر طبعا الوطيدة بين المغرب وقطر.